تحت شعار تعزيز إمكانيات إدارة الأصول من أجل مستقبل مستدام، تواصل مملكة البحرين تنظيم فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر مينتكون 2024، والذي يأتي بتنظيم عدد من الشركات النفطية والصناعية الرائدة المحلية والإقليمية والعالمية أيضا. ويشارك في هذه النسخة من المؤتمر عدد من المحترفين العالميين والمهندسين والمتخصصين والمهتمين في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول، ما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مهم لصناعة المعارض وتنظيم الفعاليات العالمية. أكثر من 80 شركة عالمية تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الصيانة والاعتمادية، وأبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وآخر المستجدات الصناعية في النسخة السابعة لمؤتمر ومعرض الصيانة والاعتمادية مينتكون 2024، مما يتيح فرصة الاطلاع على الحلول والمنتجات الداعمة لقطاع الصيانة وإدارة الأصول. طبعا يعتبر المؤتمر السابع للصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول كمركز محوري سواء في المنطقة أو المستوى العالم في مجال الصيانة والاعتمادية. الحمد لله هذه النسخة كانت نسخة استثنائية، استطعنا من خلالها أن نجلب تقريبا 80 شركة ما بين شركات ربحية وغير ربحية، توفر لهم فرص للتعاون فيما بينهم. بالإضافة كان فيه عدد من التعديلات الأساسية مثل وجود ما يقارب 76 ورشة عمل، أضفنا بعض الإضافات فيها مثل معرض الشباب اللي سويناه اللي يستهدف بشكل عام أن تطوير الموارد البشرية سواء في المنطقة أو على مستوى العالم وتجهيزهم لسوق العمل. تمثل مشاركتنا في هذا المعرض فرصة استراتيجية لعرض أحدث التقنيات في قطاع الصيانة والعمليات الصناعية، وأيضا تعزيز تواجدنا في السوق سواء على المستوى المحلي والدولي. ومعرض مثل هذا يساعد على بناء بيئة صناعية مستدامة. تنظيم النسخة السابعة من مؤتمر مينتكون بمشاركة الشركات الإقليمية والعالمية المعنية من مختلف أنحاء العالم يأتي انسجاما مع السياسات الرامية إلى دعم وتطوير هذه المجالات الهامة في القطاع النفطي، إذ يمثل هذا المؤتمر الدولي ومعرضه المصاحب منصة لمناقشة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والدراسات بين قادة الصناعة والمتخصصين المعنيين. للأمانة مثل هذه المؤتمرات يعني تبلد كونكشن، تبني بين العلاقات بين الشركات وتعرف الشركات إلى وين واصلين من ناحية التقنية، من ناحية الريلايبيليتيز، فتحاول قدر المستطاع أنك تواكب بين الشركات وتتواصل معهم بحيث أن تصير البزنس كله. بالنسبة لأهمية هذه فرصة للتواصل مع عملائنا في البحرين، عملائنا في الخليج، عملائنا في المملكة العربية السعودية، صراحة فرصة أن نقدر نقدم خدماتنا بحيث أن تواجه نفس الطموح إلى كل شركات النفط اللي تطمح له، بحيث أنه نوصل إلى نقلل الإيميشنز، نوصل أن نكون نت زيرو باي 2050 لكل الشركات. مؤتمر مينتكون السابع يعد من الفعاليات المتخصصة الهامة التي تستضيفها مملكة البحرين منذ انطلاقه في العام 2010، إذ يعد اليوم المنصة الرائدة لتبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات وأنجع الحلول المتطورة في قطاع الصيانة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. مؤتمر مينتكون في نسخته السابعة حدث عالمي جمع قادة الصناعة والمختصين في مجالات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول من مختلف أنحاء العالم، ليصبح اليوم منصة مثلى للابتكار وتبادل المعرفة تسهم نحو خلق بيئة صناعية مستدامة تتوافق مع المعايير العالمية. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.